السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي، هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نلعب أنجري بيرد. أنجري بيرد معروفة لعبينها من قبل، إحنا اليوم راح نكملها إن شاء الله. وصلنا من أخذنا السفينة وبحرنا، شايفين، بالسفينة الآن راح نلعب بالسفينة. شو يصير ويانا؟ هاي أبطالنا من الطيور الثلاثة ومستبعدين واحد، قلنا ما يصير نلعب يمكنهم. وأخذت بورشن أنا، يمكن ريورد، شايفين ريورد هاي حقنا. المهم نلعب. يجب أن نكون مسيطرين عليهم باعتبار إحنا يعني القوة، إنا القوة مات شو اسمه. القوة إن إحنا قوتنا 60 وهم قوتهم أضعف طبعا. بورشن لازم آخذ بورشن، ذاك الطير كلش آخذ واحدة من بورشن. شوية عدنا دمه، شايفين الآن نكمل. نلعب وبقى وعدنا الحقيقة بس خنزيرين. لو وضعك واحد ثالث شايفين هناك. طيب خلينا نلعب على هذا. جيد، الآن ما استعملها، خليها. لأن استعملت الطير الأبيض، خليها للطير الأبيض. نضرب بس هذا، شايفين الآن وقتها الطير الأبيض. سوي هيلينج، رجع الطير الأسود شوفها شوية. دول قاعد يرجعون، ما أدري شو شغلة، يرجعون للحياة مرة ثانية. يعني هم عندهم هيلينج. شايفين رجعوا اثنين، فالهيلينج مالهم كبير. راح اركز على كبير هالمرة، خلينا نشوف. ما معقولة، داير اذبح الصغار وفوتهم مرة ثانية. خلينا نذبح الكبير، خاف الهيلينج مالهم كبير. طيب نسوي هيلينج بعده، خل نطيح هذا هم بعده. الآن أقدر أسوي هيلينج، أسوي هيلينج بالطير الأبيض. سوينا هيلينج، واخذ واحد هذا خلق الدرون. هم راح يصحون بعد، لعش وراح او ماته. كان الهيلينج مالهم الطير الكبير، لازم تغنى نقصي للطير الكبير قبل شو اسمه. الطير الكبير لازم نقتله. اوكي راح مرحلة بعدها. الهيلينج مالهم طير كبير، يعني لازم تاخذ الهيلينج مالهم حتى ما يصحون مرة ثانية ويجددون. الآن وين نروح؟ نروح المرحلة اللي بعدها، لازم نبي سفينة. وقبلي ما اشتري القوة مالتنا، بس ما يخالف نلعب. هذا قوي الخنزير، كلش قوي.
خنزير هذا لو كان ترول. بعد ما يقتل هسه ما يهجم هسه المرة الجاية يهجم راح يهجم المرة الجاية الآن راح يهجم اي طيرت طيرت اخذ شفاء اخذنا شفاء وبورشن ايضا ناخذ ناخذ بورشن ثاني طيب شلون راح نكتله هذا انا كان زي قوي المرة الثالثة راح يهجم الله يسلم ما يموت الان هجوم له اي ولا كارثة كارثة هذا اخذ بورشين الطير الابيض وايضا اخذ بورشين الطير الاسود وغيره سوى نشيل بورشين المهم نلعب ناخذ هيلينج حلو 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 الان شوية اتحسن الوضع الان قد نقدر نقتل المرة لا والله ما راح يموت شايفين شيء غريب ما راح استعمل البورشن وهو ما يهجم الا المرة الثالثة بعد عن هجوم غير تسوي هيلينج تسوي هيلينج شوية حلو ما راح يموت بعد انتهى حمامة تخرب يوم يعني بس الطير الاصفر يعني راح اقتله يعني انا ما راح بس الطير الابيض بقى قتلنا ايضا هنشوف الجاية وين نروح راح نروح هنا سفينتنا تحمل الدورة نحن زي الأخوة يعني راح نريد نريد بورشن من الحالة نرجع نسوي بورشن نقدر نسوي بورشن اشترينا نسوي بورشن حلو أربعة يمكن جيد وعندي وحدة خمسة بعد ما نقدر نسوي عندي اشتري عندي فعلا خلنا ناخذ بورشن الاثنين اخذت ثلاثة اخذنا ثلاثة بورشن
صاحبه حرام قتال. الآن نبدأ المعركة، حتى لو أقوى منه ما يخالف. ركز على واحد، استنى واحد، ركز على الثاني، استنى، شوف الوجبة اللي وراها، راح ركز على واحد، سوى الطير الأبيض هما موقفاته، هذا مات الثاني، هذي يعطينا شفاء الطير الأبيض، جيد، الآن نبدأ هجومنا. راح ينهيه هو الحمى التمام، الحمى الوجبة الثالثة، ممكن احتاج البوصين الآن، ناخذ بوصين، والآن نبدأ الهجوم. ما راح يهجمون الآن، لكن يهجم بالوجبة الثالثة، وهذا يهجم بالوجبتين، لازم نخلص من هذا طبعا، شوف ما يهجم ثلاث وجبات، هذا راح يهجم، لازم نتخلص من هذا، راح الشفاء. ركز على هذا، هذا ما يهجم، ما رجع يهجم، بورشن آخر، طيب، هنا بورشن، واحد هنا أخليه، ما عندنا ثلاثة بورشن. واحد الطير الأسود، واحد الأبيض، طيب كمل على هذا، خلصنا، بقى بس واحد، راح يموت انتهى، الآن ناخذ بورتين للأبيض، حتى ناخذ شفاء، أخذنا شفاء، الآن انتهى يعني، والله قوي. انتهى وخلصنا المرحلة، كانت هاي مرحلة صعبة أحبتي، بس خلصناها، قدرنا نتغلب عليهم، رغم ان انهم اقوى من الطيور، لكن الطيور
إذا تتغلب عليهم يعني. اليوم كان هذا دربنا وياكم، وهاي الحلقة وياكم، نلقاكم حلقة جديدة. جميل بيرد باور، صعدة البيرد باور 74، هيلث اند اتاك فور بيردز انكريز، وزاد الهيلث اللي هي الصحة والاتاك والهجوم. جميل. الهند فتح هذا تطوير جديد، وكان كرافت ادفانس ريسورسز فروم بيسك ريسورس اكزامبل اولسو ذا كرافت فروم سي سيلز. يعني المحار راح يطول لي هذه الجمجمه واستخدمها جمجمه مع واحد من الطيور، نشوفها ان شاء الله في الحلقه السابقه. حبايبي كان هذه رحلتنا وياكم اليوم، هذا اخوكم ماجد، في امان الله.